وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي السيد محميد المحميد. مساء الخير. مساء النور. سيد محميد، بداية كيف تابعتم اليوم مراسم التشييع والدفان لشهيدي الواجب الذين استشهدا في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية؟ بداية يعني يستوجب من المقام نعرب عن خالص التعازي والمواساة لحضرة صاحب الجلالة الملك معظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الملك الأمير ولي العهد النائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين كافة. اليوم البحرين كلها تأثرت، ما حصل اليوم ملحمة بحرينية شهدناها منذ البارحة. الناس تتفاعل تتابع الأخبار، الكل متألم، الأم تحس أنها فقدت ولدها، الأب حس أنه فقد ولده، الأخ حتى لو ما يعرف من هو ذي الجندي أو في أي منطقة ساكن يحس أنه هذه أخوه. هذه هي البحرين، البحرين هي الأسرة الواحدة. فالتفاعل اليوم هو تفاعل كبير يؤكد لنا التلاحم الشعبي. طبعا الذي حصل اليوم الإقبال الكبير في صلاة الجنازة، تقدموا سمو ولي العهد وكبار قادة قوة دفاع البحرين، أيضا تفضل جلالة الملك باستقبال عائلة الشهيدين اليوم. نعم. في أول يوم أيضا استقبلهم الله يحفظه. الناس كلها تفاعلت، المسؤولين جميعهم تفاعلوا، جميع المؤسسات أيضا أصدرت بيانات تأكد أيضا دعمها، تأكد أيضا إدانتها لما حصل. وبالتالي دائما ميزة مملكة البحرين أن مهما حصل من تحديات من ظروف إنما يزيدها عزيمة وإصرار. نعم. في السير قدما في هذا الطريق، والتضحية وما قدمه رجال قوة الدفاع البواسل يعني سجل لنا أسمى صور الولاء والفداء، وهذا ما توارثه من الآباء والأجداد، هذه دائما البحرين، وهذا أيضا سجل يضاف لسجل مملكة البحرين في التضحيات في الدفاع عن أمنها وأمن الأمة كاملة. نعم أستاذ محميد، يعني كيف تقرؤون هذا العمل العدائي الغادر في ظل الهدنة الأممية ووقف إطلاق النار؟ هو لا شك أن الاعتداء الغادر جاء خلال سريان الوقف إطلاق النار والهدنة الأممية، وبالتالي يعني من قام بهذا الأمر لا يريد السلام، خصوصا أنه اختار توقيت تجرى الآن في محادثات السلام. تاريخ خرق قوات الحوثي للوقف سريان وقف إطلاق النار مستمر. أعطيك مثال، في أغسطس 2022 تم خرق الهدنة 469 مرة خلال 5 أيام فقط. في أبريل إلى أغسطس في 2022 تم خرقها 3769 مرة، وبالتالي هذا هو ديدنه. الأمر الآخر وما تم الإشارة له خلال تفضل جلالة الملك المعظم إلى قوة دفاع البحرين، إن من إذا كان الحوثيين يدعون أن من قام بهذا الاعتداء الغادر ليس منهم، فعليهم أن يقدمون للمحاكمة من خلال قوات التحالف أو إلى مملكة البحرين. وبالتالي نحن أمام سجل من هذه الأمور، ولكن نؤكد أن مملكة البحرين بقيادتها بعزيمة شعبها ماضي قدما إن شاء الله بكل عزيمة وإصرار. نعم. في خط السلام والقوة والشجاعة. نعم، الكاتب الصحفي محميد المحميد، شكرا جزيلا. شكرا لك.